هو قد حل شهر الصيام بجماله وروحه الإيمانية، ينشر عبير الحب والجمال والصفاء والنقاء. لك مني شهر رمضان غصن الزيتون لجميع الأقطار العربية. من جبران خليل جبران لك سيدتي ألف تحية. حوراء ناصعة كأن بياضها نسج من اللماح في النوار، ببهائها انفردت فحيث بدت ففي حشد وزينات من الأنوار. تحية من لبنان، لبنان يا قطعة سما بالأرض تاني ما إلى. أكيد لبنان الحرف والكلمة، لبنان السحر والجمال الفينيقي المتغلب دائما على الموت العاشق للحياة، لبنان الجبل والسهل والساحل، لبنان الأرز والصنوبر والتفاح، لبنان الليمون والزيتون، لبنان الفن والإبداع، لبنان الكريم المضياف، لبنان بعلبك صيدا وسور وجبيل، لبنان بيروت أم الشرائع أم الدنيا، خلق الله الأرض وزينها بلبنان. والبداية دايما لتحضير الوجه بالبخار، ومنعرف انه تحضير الوجه بالبخار امر كتير ضروري لحتى ننقي الوجه لحتى نفتح المسام. وبخار اليوم، مكونات بخار اليوم هن من النبات، كمان عنا النعنع، بدنا كمش من النعنع، كمش من القصعين، الزعتر البرلي واللافندر. بالأول نحن بحاجة أكيد نسخن تقريباً قدر 5 أكواب من المي. هون أنا ماني مسخنتهم، بدنا نزيد فوق هالمي، بدنا نزيد النباتات الموجودة هون أكيد وقت تبلش المي تغلي. تقريباً منشيل كمشة نعنع، كمشة قصعين، كمشة لافندر، واخر شيء عنا الزعتر البري. بننطر على نار قويه هالمي لتغلي، بتبلش البخار يتصاعد منها. نحن اكيد بحاجه نقرب وجهنا فوق هالوعاء اللي عنا اياه، بس بدنا ننتبه انه الوجه يكون بعيد شوي عن البخار، يكونوا العيون مغمضين، واكيد نتنشأ هالبخار يلي عم يتصاعد كرمال نحس بالهدوء والاسترخاء. واكيد دائما بدنا نحضر منشفه خاصه حتى نحطها ويكون حابسين هالبخار لحتى يتغلغل الى اعماق الجلد. ومن بعد ما تحضير الوجه بالبخار بدنا نحضر الغسول. غسول اليوم، غسول اليوم راح يكون مركز على الخس. المكونات تبعه، أول شيء لازم يكون عندنا خسة وأربع أكواب من الماء. بدنا نغلي الخسة بأربع أكواب من الماء، ومن بعد ما يبرد منصفيه وبيصير في عندنا هذا المزيج، ومن بعده فينا نستعمله كغسول. نجيب دوائر القطن ومنغطها بقلب هذا السائل، وفينا ونعصرهم اكيد، ومن بعدها فينا نمسح فيهم الوجه او نحطهم بالفريزر ونستعملهم يوم بعد يوم. حقيقه الغسول امر كثير ضروري، وهو له منافع، انه ايام بيكون قابض ايام بيكون منظف. فينا نستعمله قبل القناع وما بعد القناع. وبالبدايه في فركه محضرتين لنا اياها لتبييض البشره.
الفركة مكوناتها رح أقولهم أنا وبعدين منحضرها أنا وياك. شو رأيك؟ المكونات عنا صفار بيضة، عنا العسل، ملعقة عسل، ملعقة عسل، ملعقة عسل، صفار بيضة، نقطتين من عصير البرتقال، نقطتين من عصير الليمون، ملعقة زيت، زيت الزيتون، وهالفركة صارت جاهزة. بالبداية وجب علينا نغط إيدينا بالطحين ونرجع نغطها بهالمزيج ونفرك فيها وجهنا، أو نغطها بالسميد أو نغطها بقليل من دقيق القمح لحتى نفرك وجهنا فيها. وفيني أعلمكم طريقة حلوة كتير، إنه نمدوا مثل ما حضرنا هالفركة على الوجه قبل البخار، وهيك بيقدر يساعد الوجه لحتى يتم تبخير الوجه ما قبل وضع القناع. منمد هالمزيج على كامل الوجه وبنرجع بنكون حضرنا البخار، منبخر الوجه، نمسحه بالقطن المحضر الغسول، وهيك منكون حضرنا قناع كتير مميز لحتى يكون جاهز لحتى نحضر قناع اليوم. قناع اليوم هو قناع العنب، قناع العنب بألوانه الأحمر والأسود. شوق للبنان، لبنان الجمال، لبنان الفاكهة المميزة الخاصة الطازجة. وهون رح يكون في إلنا لقناع اليوم حبة من العنب المهروس، وحبة من عنب الأحمر، وحبة من العنب الأسود، وحبة من التوت الشامي المهروس. أنا حضرت التوت الشامي وحبة العنب الأحمر والأسود وتم هرسون. التوت الشامي اللي عم نشوفه، التوت الشامي، العنب الأسود من بعد ما يسلق بيتغير لونه وبيصير بهاللون، والعنب الأحمر. إلى جانب هالشي رح يكون في عنا نحط ملعقة من الأفوكادو وملعقة من الكيوي وإلى جانب الأفوكادو والكيوي بدنا نضيف ملعقة من الخميرة ملعقة من النشا ملعقة من العسل ونشوف ضروري جدا نحط هون القشطة المذوبة بالخميرة. وبالنهاية منضيف القشطة كقشطة ملعقة كبيرة، وفينا نضيف يكونوا ملعقتين كبار. دايما هالأقنعة اللي عم نحضرها عم تكون تحية لكل بلد، هي خاصة إنها تكون لكل أهل البلد ولكل الأعمار ولكل أي مشكلة عم نعاني منها. قناع منطقة حول العينين اليوم هو قناع من الملفوف،
رح نحضر 4 أوراق ملفوف، رح نسلقهم بتقريبا كوب من الماء، ومن بعد ما يكونوا حضروا رح نوضع تقريبا بما يعادل ملعقتين، أي ملعقة لكل عين، ملعقتين من الملفوف المهروس، ملعقة بطاطا كبيرة، ملعقة من النشا، ملعقة من العسل. إذا لاحظنا هالمزيج رخو أكيد رح نضيف الطحين، وإذا كان السميك رح نرجع نضيف العسل. هالقناع تقريبا صار جاهز، نحن بحاجة لرشة من الطحين ورشة من العسل، هالمرة العسل للتماسك. قناع منطقة حول العينين بيساعد لإزالة الإسوداد، لكل المشاكل يلي بنكون عم نعاني منها، الانتفاخ، الإسوداد مثل ما سبق وقلنا، بداية التجاعيد. وهالقناع شوفوا شكله شو حلو، وعودة من بعد هالقناع لحتى نشوف كمادات حول العينين بعد ما نزيل القناع. اليوم الكمادات حول العينين رح يكونوا مركزين، المقادير تبعهم ورق الخبيزة ونصف كوب من ماء الورد. طريقة تحضيرهم كتير هينة، بدنا نوضع ورق الخبيزة بنصف كوب من ماء الورد المغلي، وبعد ما يفتر هذا السائل بنعمل كمادات لحول العيون. مثل ما عم شوف الكمادات، وضع اوراق الخبيزة على القطن، على القطن، وبس يفتر بنحطه حول العيون، وهذا الشيء كثير كثير مهم لانه بيساعد على إزالة الانتفاخ حول العين، وبنسترخي فيهم لمدة 5 دقائق، إذا عندنا شيء مناسبة بيكون ارتاح كثير حول عيوننا. وهيك حقيقة قناع كمادات الخبيزة الفاترة هي بتساعد حتى اللي عنده مشاكل بعينيه، حساسية، هالأمور هيدي، وصحة الجمال من الداخل. لما منا نحكي جمال، منا نحكي من لبنان للأخطل الصغير، الصبا والجمال ملك يديكي، أي تاج أعز من تاجيكي، نصب الحسن عرشه فسألنا من تراها له فدل عليكي. كوني خلطة جمالك في هذا الشهر من الحب والصدق والطاعة وطاعة الخالق، التقينا بضيف كريم، خير الشهور شهر الصيام والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. من الياس عبد الله طعمي، تحية للبنان ولسيدات الجمال، كل المحاسن جمعت في طلعة بيضاء تحت سواد شعر مسبلي، قف يا مصور ثم خذنا وجهها وقوامها رسم الجمال الأكمل. حلقتنا اليوم حلقة كتير خاصة، والبداية دايماً للبخار والغسول. اليوم البخار محضر من كمان النبات، رح نستعمل الورد اليوم، عنا البابونج، عنا الرومارا أو إكليل الجبل،
عنا الزيزفون وعنا كمان أوراق الورد الجوري. هيدا إلى جانب نحن بحاجة لتقريباً 4 أكواب من الماء وزيت الغار. مثل العادة للبخار نحن بحاجة إن نغلي الماء لتبلش تغلي ويطلع هالهب منها. بعدين منضيف كل هالنبات ليبلشوا يفوتوا ببعضهم بخار. أنا بدي أذكر إنه البابونج كتير مهم للوجه، لأنه البابونج هو بيساعد على تسكير المسام، بفوت على الرؤوس السوداء، بنظفها من جوا، وهيك بيعطينا وجه نضر ووجه خالي من الرؤوس السوداء. غير هيك اليوم حضرت كمان غسول. غسولنا لليوم مكون من البقدونس، نحن بحاجة لست عروق من البقدونس، خيارة واحدة نعصرها، كباية مي، وملعقتين تقريبا من ماء الورد. هيدا الغسول أكيد نحن البقدونس بدنا نطحنه بهالشكل. الخيار هيدا تقريبا عصير اكثر من خياره، بس هيدا هو عصير الخيار. ماء الورد اكيد، وبالاضافه لهالشي نحن بنخلطهم، واكيد بصير عنا غسول نقدر نغسل فيه وجهنا. هيك بنكون حضرنا حالنا لنوضع الماسك، او حيلا قناع نحن بحاجه ان نستخدمه. وقبل وضع القناع دائما نحن في منطقه حول العينين إلى اهميه خاصه، ولكن قبل ما ننتقل لمنطقة حول العينين ونحكي عنها، بدي أقولكم أنه في فركة خاصة اليوم رح نستخدمها ما قبل القناع، وفي قناع كتير خاص، وقدرينا الهيئة كمديت وقناع حول العينين. قناع حول العينين، احنا بنعرف انه منطقة حول العين مثل ما قلتي كثير كثير مهمة بالوجه، وهي أكثر منطقة بتتعب بالوجه، فلازم نهتم فيها. مشان هيك اليوم تركيزنا بالكمادات وبالقناع على منطقة حول العين. المقادير يلي رح نعوزها هي نص رغيف خبز، نص كوب من الحليب، نص كوب من مية الورد، وملعقة نشا. بنغلي نص رغيف خبز مع نص كوب من الحليب مع نص كوب من مية الورد، ومنضيف له ملعقة نشا. وبس يغلي ويدوب الخبز بقلب هالمزيج منطفي عليه ومنتركه تيبرد، ومنصير نفركه بإيدينا، نمزجه بإيدينا. من بعد إذا شفنا هالمزيج كتير سميك فينا نضيف له حليب، وإذا شفناه كتير رخو منضيف له طحين حسب يعني الحاجة. معناتها قناع حول العينين صار جاهز لحتى يوضع على منطقة حول العينين. والكمادات الخاصة يلي نحن بنستخدمها، الكمادات الخاصة رح نعملها قبل ما نوضع الماسك يلي رح تشرحي لنا عنه. المقادير هو بنعصر 4 خيارات، وبنعصر 4 خيارات وبنصفيهم. بنصفيهم بنحضر دواير القطن، منغمسهم بقلب السائل يعني، ومن بعدها فينا نوضعهم بأكياس نايلون ونحطهم بالثلاجة، ومن بعد ما يكونوا بردوا منحطهم على منطقة حول العين وبنسترخي لمدة 7 دقائق أو 10 دقائق، وهيك منكون زلنا كل الانتفاخ وكل التعب يلي تحت العين تننتقل نحط الماسك على الوجه أو القناع تبع الوجه. وفركة اليوم هي مكونة من برش الليمون وبرش الحامض. نعرف لبنان الغني بالحمضيات، وهيدا أمر كتير كتير مهم أنه نتعرف أنه البرش يكون من الفاكهة الطازة. إلى جانب هالشي هيدا بدنا نحط صفار بيضة وملعقة عسل وبرش الزعتر مع الصابون. بدنا نحط كمية من برش الزعتر مع الصابون
وهيك صار عنا هالفركة جاهزة. منحط شوية ماء ورد قبل الاستخدام لحتى نعطرها، وهيك جهزت الفركة ما قبل القناع لحتى ننتقل للقناع. ست زمرد إلى كان أقنعة خاصة، وكانت ست زمرد بذات الأهمية اللي كانت فيها الست بلقيس. قناع اليوم خاص بالست زمرد، والست زمرد علمتنا هالقناع وأخذنا سره يلي هو مركز على اللبنة. واللبنة مثل ما بنعرف هي من التقاليد اللبنانية، ملعقتين من اللبنة فينا إذا كانت البشرة دهنية يكون خالية من الدسم، ولكن إذا كانت البشرة جافة تكون اللبنة هي العادية. مقابل هالشي بدنا نحط شوي من العسل، أي بما يعادل ملعقتين من العسل. وملعقتين من الأفوكادو المهروسة. مندوب خميرة، والخميرة هون فينا ندوبها بشوية مي أو بشوية حليب. نعرف قد ايه مهمة الخميرة لحتى تساعد الوجه انه دايما تحافظ على الرطوبة، وشوي والمي تكون فاترة او الحليب يكون فاتر. الى جانب هالشي بدنا نضيف تقريبا ملعقة كبيرة من الخبيزة المهروسة. هالخبيزة رح تريح البشرة بشكل حلو كتير، الريحة رح نشم ريحة حلوة كتير. وبالمقابل رح نوضع مع هالقناع الزيوت وماء الورد، وهون رح نوضع الزيت. فينا يكون زيت اللوز، فينا يكون زيت الزيتون، في يكون زيت اللوند، مع قليل جدا من ماء الورد. هالقناع صار جاهز، ولاحظوا ريحته شو عطرة، وبذات الوقت هالقناع جيد جدا لكل أنواع البشرة، البشرة الحساسة. هالقناع يزيل التجاعيد، مبيض، يزيل الكلف، وبذات الوقت بيساعد على انتفاخ الوجه إذا كان الوجه ضعيف، ويرطب الوجه بشكل كتير قوي. وفي اليوم الثاني إذا كان في مناسبة رح نصحى على وجه صحي كتير. قناع الشعر، قناع اليوم بيساعد للتقصف، لإعادة الحيوية واللمعية بالشعر، ولحتى يصير عنا شعر متكاثف أكتر وأكتر. حضرت لكم كيسة من البلسم، ولح نضيف لإلها بما يعادل ملعقتين كبار من ورق النعنع المهروس، وصفار بيضة. ولح تتفاجئ أنه ما لح تحسوا مع النعنع بالانزعاج من صفار البيض. بدنا نضيف لإلهم زيت اللوز، زيت الخس، زيت الخروع، ودايما منضيف قليل جدا من ماء الورد. هالقناع رح نوضعه على الشعر، ندلك فيه الشعر و من بعد ما ندلك الشعر نمشط الشعر. ومن لبنان، ورد لبنان، رنفل لبنان، وورق الأرز، عودة للعطر بلبنان. اليوم بدنا نقول تحية لأرز لبنان ولسنوبر لبنان. فالعطر تبعنا رح يكون مكون كمشي من الفل، كمشي من ورق الرنفل،
كمشة من الورد الجوري وكمان كمشة من أغصان الصنوبر أو أغصان الأرز المطحونة. فوقهم منحط كوب من مية الورد، من بعدها مننقعهم لمدة 24 ساعة. نقعهم لمدة 24 ساعة، هيك بكون عنا صار عطر منعش كتير. نحنا منعرف انه العطر هو يلي بيعطي كاركتر وشخصية الانسان بالحياة، بس هذا العطر يلي نحنا اليوم حضرناه هو عطر منعش، فبيمشي على كل الأذواق. نعم. والحديث عن جمال المرأة دايما مميز عند الشعراء والأدباء من لبنان. ليت الذي خلق العيون السودة خلق القلوب الخافقات حديدة، لولا نواعسها ولولا سحرها وما ود مالك قلبه لو صيدا. إلي أبو ماضي شاعرنا من لبنان، تحية كبيرة لك من القلب. ودايما وعبر العصور كانت تغني بالورد، وكان له موقع كتير مهم، حيث قال صاحب الريحان: ملك الزهور الورد عن نظيره، فوروده في الحول شهر واحد، خد من الياقوت يبسم تحية، غصن الزبرجة منه ثغر بارد، غفت عيون النرجسات لحسنه وجلى لسفرتها